السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. برج السرطان النهارده تاريخ 6 يناير، ده تاريخ الفيديو بتاعك، وطبعا توقعاتك مفتوحة. ادخل في اي وقت، خد توقعاتك وخد تبشراتك واخرج من الفيديو، ملكش دعوة بالتاريخ، التاريخ علشان مصداقية قناتك. انزل بقى في الكومنتات بالصلاة على الحبيب واول تعليق، او في صندوق الوصف هتلاقي لينك قناتنا اللي عليها العلاج السحر والقرين. العلاج اللي انت محتاجه هتلاقيه في صندوق الوصف او في اول تعليق. صفي لي بقى النية بتاعتك خالص ونشوف مع بعض اخبارك بتوقعاتك بتبشراتك بكل ما هيظهر معانا في فنجانك النهارده هنتكلم فيه مع بعض. بس انا متفائله خير يا برج السرطان، وده اللي هنشوفه مع بعض وباذن الله يكون خير. يلا بينا بقى نشوف قراءتك ونشوف ايه الاخبار. بص، لون فنجانك اصلا بيدل ان انت عندك تبشرات حلوه. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. يا برج السرطان صف النيه خالص. احب ابشركم ان انت عندكم تيسير، والتيسير ده هيفرحكم قوي او هيخرجكم من اي صدمة انتوا بتمروا بيها حاليا او باي مشكلة عندكم. فعندك تيسير في موضوع، تيسير في حاجة هتسعدك وهتطلعك من اي مشكلة سلبية حاليا انت بتمر بيها، او اي مشكلة خانقاك مضايقاك اي حاجة. في بقى هنا طاقة، والطاقة دي طاقة عالية، طاقة روحانية، طاقة فرج، طاقة إنجاب، الله أعلم. لو أنتوا مستنيين حاجة تخص الحمل فده هتكون طاقة إنجاب لكم، لو أنتوا مستنيين نجاح فده هتكون طاقة نجاح لكم، الله أعلم أنتوا بالكم مشغول بإيه. فالحاجة اللي أنتوا بالكم مشغول بيها هي اللي هتكون عندكم فيها نجاح الأيام اللي جاية. عندك زعل، أو عندكم زعل مع أبراج ترابية، بينكم وبين حد من الابراج الترابيه زعل، بينكم فلوس، بينكم كلام، الله اعلم. بس الفتره اللي جايه دي هيكون فيه خبر حلو، والخبر الحلو ده هيفرحك قوي علشان خاطر هيجيلك من وراه رزق خلال الفتره اللي جايه. في حد عزيز على قلبك، الحد العزيز على قلبك ده انت بتحبه جدا جدا جدا، بس اكل حقك وصدمه ونفسك تاخد حقك منه، وعلشان كده بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ظلمني وخاني. انت مشكلتك ان انت نيتك صافية، دايما بتتعامل بحسن نية مع اشخاص ما ينفعش تتعامل معاهم بحسن نية. عندك اليومين دول من اكتر الايام، او من اكتر الحاجات اللي بتحصل معاك اليومين دول حرفيا، ان انت بتسمع اصوات غريبة، ان انت بتحس انه في حد بيكلمك، في حد ماسك عليك، في حد خيال بيجري من قدامك، وبتسأل نفسك ايه اللي بيحصل، انا ما عدتش فاهم ايه اللي بيحصل، في حد، بتسأل نفسك اسئلة كتير جدا. الفترة دي انت عندك طاقة خوف، عندك مهمات بتحاول تعملها، او عندك مسؤوليات بتزيد عليك، الله اعلم. بس عندك خوف، خايف من المستقبل، او خايف من الالتزامات اللي عمالة تزيد عليك، الله اعلم. خلي بالك ان في مكالمة هتجيلك هتفرحك، والمكالمة دي هتبقى فيها اختبار حلو جدا. دايما بينك وما بين الاهل خلاف، دايما بينك وما بين الاهل حاجات كتيرة جدا مضايقاك وخانقاك. عندك واحدة ست، الست دي بكذا وش، الست دي عاملة زي الحية، بتتبدل ألوانها، بتتبدل شخصيتها، شوية بتحبك، شوية معاك، شوية عليك، شوية منافقة، شوية كذابة، وانت عارفها. مشكلتك ان انت عارفها وساكت، مستني الوقت المناسب اللي ممكن تتكلم فيه، او ممكن ان انت تقول ان الست دي مش كويسة. الفترة اللي جاية هتكون فترة امور مع تغيرات كتيرة جدا، وخلي بالك انت عندك سر هنا، والسر ده خطير، قدامك خطوتين بالظبط وهتطلع منه. في مشكلة عندك في سنانك، او مشكلة في حاجة وجعاك بتحاول تعالجها، او بتحاول ان انت تطلع منها. عندك كمان حد هيقف معاك وهيساعدك، ست هتقف معاكم وهتساعدكم، وهتديكم بعض الفلوس، او هتدلكم على مشوار يدخلكم فلوس حلو، هتسد منه بعض الديون لو كانت عليكم ديون، او هتدفعوا منه بعض المصاريف، هتطلعوا من اللي انتوا فيه. انتوا اليومين دول من اكتر الايام اللي بتعانوا من الامور المادية، بتعانوا من الامور اللي مضايقاكم، وعشان كده دايما بتدوروا على اي حاجة تفرحكم، دايما بتدوروا على اي حاجة تطلعكم من اللي انتوا فيه. وعشان كده برضو ناويين على نقلة جديدة،
بس انتوا مختارين طريق صعب، في طريق صعب انتوا اخترتوه، الطريق ده كله مطبات، الطريق ده فيه كذا حاجه مضايقاكم وخانقاكم، يا ريت ما تاخدوش الطريق الصعب وخدوا الطريق السهل علشان تطلعوا من اي صدمه او تطلعوا من اي حيره انتوا حاليا بتمروا بيها. انتم مش مستنيين حاجة من حد، بس دايما اقول لكم ان انتم خاب ظنكم كتير او خاب ظنكم في ناس كتيرة جدا من المحيط بتاعكم. مش عايزاك الطاقة السلبية تدخل فيها، انا عايزاك توزع على نفسك طاقة ايجابية وتطلع لي من اي طاقة سلبية انت بتمر بيها او اي طاقة سلبية في حياتك، والحاجة اللي انت بالك مشغول بيها هي اللي هتحصل لك الايام اللي جاية، ما تخافش من حاجة، انت دايما متألق، بس خلي بالك انت نجم خفيف والحاجة قبل ما بتتكلم عليها ما بتتمش، فياريت ما تفكرش فيها وسيب الامور على ربنا. والحية اللي بتتبدل ألوانها اتجاهك دي بتسأل نفسك طيب ايه مين الحية اللي بتتبدل ألوانها دي؟ واحدة مقربة من أهل بيتك، مقربة من أهل بيتك، منافقة وبوشين وشها كده مش واضح بس هي منافقة. طيب بصوا هنا، هنا عندكم عين، العين دي قوية، هي اللي مسيطرة على الراحة، هي اللي مسيطرة على الحركة بتاعتكم، هي اللي مسيطرة عن اي حاجة تخص حياتكم. فعندكم العين القوية دي هي اللي عاملة لكم المشاكل، وعشان كده من وقت للتاني بتحسوا بالكسل بالخمول بالضيق في الصدر، مش قادرين تاخدوا نفسكم، ومهما تعملوا عندكم خنقة وضيق من غير اي سبب، ومهما تعالجوا نفسكم بتلاقوا العين برضو مسيطرة عليكم. العين دي عين من زمان جدا موجودة في حياتكم، فمهما تعملوا فالعين دي واخدة حياة، يعني واخدة جزء كبير جدا من حياتكم الفترة دي، فعشان كده بلاش تيأس، مهما يحصل اوعى تيأس، كون واثق في كل حاجة تخص حياتك علشان خاطر انت عندك امور هتكون حلوة او امور هتتظبط طول ما انت هادي ومتألق. عندك هنا كمان حنين ولهفة واشتياق بينك وما بين حد، انت مشتاق لحد او حد مشتاق لك الله اعلم، في اشتياق وفي حب بينك وما بين حد، وهيبقى في تبادل علاقات تبادل كلام من حسن حظك انت. انت دايما مثالي ان انت تعرف ازاي تجيب حقك، مثالي ان انت تعرف ازاي تتعامل مع الاخرين او ازاي تاخد حقك من اي حد ممكن يظلمك او يضايقك او يخنقك، اي حد ممكن يسبب لك مشكلة بتعرف تاخد حقك وتالت ومتلت، مش زي اي حد، وعشان كده انت متألق والاضواء كلها متسلطة عليك الايام اللي جاية، من اكتر الايام اللي هيكون عندك تسلط في الشخصيات، وهتكون عندك شخصية لامعة هتاخد فيها بعض الحقوق لحياتك مع بعض الانتصارات بإذن الله، علشان انت تعب. وخلي بالك من كلمة تعبت دي، تعبت كذا يعني، ما تعبتش مرة، تعبت كتير جدا الفترة اللي فاتت. احب ابشرك ان المشروع اللي انت داخل فيه هينجح، علشان خاطر عندك اخبار تخصه. انت دخلت في مشروع قبل كده وما كملش، او دخلت في حاجة قبل كده وما كملتش، حسيت انه هي وقفت او خسرت، طلعت منها خسران انت، او في حاجات اتسرقت منك الله اعلم. ففي الايام اللي جايه في تعويضات او في امور حلوه هتتظبط، في كمان مواجهات وفي حاجات كتيره جدا انت ناوي تعملها، وبالفعل انت هتعملها. في ورده، والورده دي هتنور طريقك من بعد الضلمه اللي انت فيها، او من بعد الخنقه اللي انت حاليا بتمر بيها، او الضيق اللي انت بتمر بيه حاليا، ده كله فتره وهيعدي او هينزاح من حياتك بشكل كبير جدا. عندك كمان هنا صبر، ده بيدل ان انت صبرت كتير، حاسس ان الصبر ده يعني انت حاسس ان انت تعبت، طول عمرك صابر، طول عمرك بتدي، طول عمرك مستني، حاسس كتير جدا في وقت من الاوقات ان انت خلاص تعبت من كتر الصبر اللي انت صبرته، حاسس ان انت زهقت. لا طبعا ما ينفعش اللي انت بتفكر فيه ده خالص، علشان انت ما تعرفش الانفراجات اللي عندك من بعد الصبر ومن بعد المعاناة ومن بعد الازمات اللي انت مريت بيها حاليا، هيكون عندك جبر خاطر من عند ربنا، وكمان هيكون عندك تبشرات حلوة انت مستنيها بقالك مدة. انت ظاهر هنا ان انت عندك انتظار، عندك لهفة، عندك حنين، عندك اشتياق الله اعلم، بس عندك حاجات كتيرة جدا بتفكر فيها اليومين دول، من اكتر الفترات اللي انت عندك تفكير رهيب. انت بس مشكلتك ان انت مقيد في علاقة، مقيد من زعل من حد، حاسس ان انت متكتف، حاسس ان انت لوحدك، جواك نار،
ومحدش عالم بيك ولا حاسس بيك، ونشوف بقى قراءتك ونشوف فنجانك وتبشراتك وإيه الأخبار عندك. تفكير، طاقة تفكير، طاقة حيرة، طاقة دوخة واخدينها الفترة دي. عندك انتصار، ورا الانتصار ده حرب، انت اعلنت الحرب على حد او ناوي تعلن الحرب على حد، الله اعلم، في كذا موضوع شاغل بالك الفترة دي. في كمان حاجة هتحسن من نفسك فيها، في راحة لقلبك من بعد التعب اللي انت مريت بيه المدة اللي فاتت، راحة او في تيسير لمواضيع، في مواضيع هتتفتح قدامك الله اعلم، بس انت خلاص ما بقتش مستني حاجة من حد زي الاول. حاليا ناوي تعمل خط بينك وما بين ناس كتيرة جدا، وحطيت النقط على الحروف اللي بقالها مدة هيصة في الهيصة. امورك هتبدأ ترتبها احسن من الاول، بس خلي بالك عندك شخص او علاقة او موضوع او حاجة معينة، بس هو في شخص عندك، الشخص ده غامض جدا، الشخص ده بيضايقك دايما بتصرفاته وبافعاله، ودايما بتكتشف من وراه امور تضايقك وتخنقك. الفترة اللي جاية دي في اخبار حلوة تخص العاطفة، في خطوبة، في زواج، في حد هيتقدم هيدق الباب، يعني في كلام تخص الحياة العاطفية الفترة اللي جاية دي، وهيبقى في كلام بينك وما بين أشخاص كتيرة جدا. بس عايزاكم من أكتر الفترات إن أنتوا تكونوا حريصين جدا من أشخاص حواليكم، أو من حد ممكن يحاول يقرب منكم علشان يأذيكم. المنفصلين، المنفصلين انتوا هيكون عندكم كلام وعندكم إعادة حسابات، وممكن يكون في رجوع او في امور هتترتب بطريقة جديدة او بشكل مختلف، والطريقة دي او القرار اللي انتوا هتاخدوه او زي ما يكون يخص الحياة المنفصلين، هتاخدوا قرار مهم، قرار حاسم هيغير من حياتكم. وبالنسبة للعزاب فانتوا عندكم خطوبة او زواج، او هتسمعوا ان تدخلوا في ارتباط الله اعلم. الايام دي هيكون عندكم كلام بينكم وما بين الشريك، وعندكم امور كتيرة جدا من صفكم، بس تهدوا بالكم وتهدوا اعصابكم علشان خاطر انتوا قلبكم بيحس بالحاجة قبل ما بتشوفها عيونكم. يعني لما قلبك بيقولك انا مش مرتاح لحد، فعلا بيكون مش مرتاح لحد، ولما بتحس انه في حاجة هتحصل بالفعل هتحصل. من اكتر الناس اللي عندكم ربط احداث شديد، وعلشان كده دايما عارفين كل الاشخاص اللي حواليكم اذا كانوا منافقين او كذابين او صرحة، انتوا بتكونوا عارفينهم وبتكونوا عارفين كل واحد موجود في حياتكم علشان خاطر ايه. بس في حاجات ما بتحبوش تتكلموا عنها ولا تعبروا عنها، بتفضلوا ساكتين لمدة معينة لحد ما توصلوا للهدف بتاعكم او لبر الامان بتاعكم. وعشان كده انتوا هترتبوا اموركم، ومن ورا ترتيب اموركم خلوا بالكم، يعني انتوا هترتبوا اموركم، مش ترتيب والسلام، انتوا هترتبوا من ورا الترتيب ده هتشوفوا الاشخاص اللي بيستغلوكم في حياتكم، وده هيكون سبب رئيسي ان حياتكم تتحسن وتدخل في انطلاقات كتيرة حلوة. وعايزة اطمنكم وابشركم، الخلاف اللي بينك او ما بينكم ما بين العيلة، بينك وما بينك حد معين يخص الاهل، الخلاف ده كان سببه ست او كان سببه ورث. الايام اللي جاية هيكون في كلام برضو، وفي اوراق هتتفتح تاني، وان شاء الله باذن الله هيكون في اخبار حلوة من نصيبكم. انتوا بس المشكلة عندكم اليومين دول ان انتوا حيرانين في موضوعين، حيرانين في قرارين، حيرانين في حاجتين مضايقينكم، وبتفكروا كتير لدرجة ان انتوا جايين على نفسكم في التفكير بطريقة كبيرة في حياتكم. هنا هيبقى عندك يومين، اليومين دول هيبقى فيهم نجاح كبير جدا. النجاح الكبير جدا ده هتسمع منه أخبار، وهتحط أمور على أمور، وهتغير من حياتك بشكل كبير جدا. أيوة هتغير من حياتك بشكل كبير جدا. أنت ناوي، وطول ما أنت ناوي الطاقة السلبية اللي أنت بتمر بيها حاليا هتطلع منها. عزيز النفس، وما بتعرفوش تطلبوا حاجة من حد ولا بتستنوا حاجة من حد. وعلشان كده من أجمل الأيام الفترة اللي جاية اللي هيكون عندكم فيها تقدم، أو هيكون فيها بعض الأمور اللي هتحسن من حياتكم بشكل كبير جدا. انت طال انتظاركم، طال مستنيين، يعني عندك كمية انتظار رهيبة، أو مستني كلام بينكم وبين حد الله أعلم.
مستني حد تتكلموا مع بعض، مستني حد يرفع من معنوياتك، حد يدعمك، الله أعلم. بس الفترة اللي جاية من أجمل الفترات اللي أنت هيكون فيها عندك راحة من بعد التعب اللي أنت شفته في حياتك أو من بعض المشاكل. خلي بالك هيبقى في مكالمة تليفون، ومكالمة التليفون دي هتكون عزومة، والعزومة دي أنت اللي هتقرر تكملها ولا لأ. بس أنت هتختار تقول أنا مش عايز وهترفض، بس هم هيصروا عليك إنهم هم يعزموك، وساعتها القرار هيكون قرارك. طيب احب اقول لك، احب اريح قلبك، ان انت هنا عندك راحه من بعد الظلم اللي انت شفته في حياتك، من بعد ان انت خاب ظنك كتير جدا مع ناس كتيره جدا حبيبهم، مع ناس كتيره جدا كنت واقف معاهم بتساعدهم. انت مشكلتك حاجه واحده، ان انت فضلت ناس على حسابك، وقفت جنبهم وكبرتهم واديتهم ووقفت معاهم وعملت لهم كل اللي هم محتاجينه، ولما خانوا وظلموا مجوش غير عليك انت، فده كان سوء اختيار منك انت. فياريت المرة اللي جاية تخلي بالك من نفسك، وما تأمنش لحد بسهولة زي الاول، وبلاش تكون مدلوق على اي علاقة في حياتكم. خلوا بالكم واهدوا شوية وهدوا اللعب، علشان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا عندكم طاقة تفكير وعندكم طاقة حزن شغلة بالكم وعملالكم بعض المواضيع اللي مخنقاكم. والفترة اللي جاية هيكون فيها ركود، هيكون فيها امور هتوضح اكتر من كده، وهيكون نجمك لامع في السماء، وده بيدل ان انت هتجيلك رسالة او هيجيلك نجاح حلو، هتجيلك حاجة معينة هتفرحك وهتطلعك من اي صدمة انت بتمر بيها او من اي كسرة قلب. انت اليومين دول قلبك مكسور، وما تخلي بالك من الشخص اللي عايز يكلمك من الماضي وعايز يرجع لك. الشخص ده هو هيكون ناوي على خير، بس عشان خاطر انت اتظلمت كتير وخاب ظنك، مش هتكون واثق في حد تاني زي الاول، وده اللي انا عايزاه منك. مش عايزاك تثق في حد، ومش عايزاك الشخص اللي يجي لك بسهولة ويطلب منك السماح تسامحه. بص انت هنا عندك قلب، والقلب المفتوح ده بيدل على الخير، القلب المفتوح ده بيدل على الامور اللي هتكون ساطعة في حياتك. الفترة دي حد هيجي لك وهيطلب منك السماح، والحد ده انت اللي هتقرر اذا كان هو ينفع يفضل يكون في حياتك ولا لا. بس هو هيكون عايز يطلب منك السماح او عايز يتكلم معاك، الله اعلم. الفترة دي هيكون عندك كمان فرحة طال انتظارها، بس عندك حرف الام. حرف الام ده عايز منك ايه؟ انت ظاهر لك حرف الام، حرف الام ده بينك وما بينه كلام، بس شايفة ان انت هتنتصر عليه. يعني حرف الام ده انت اللي هتنتصر عليه، وانت اللي هتعيد حساباتك بنفسك، وهيبقى عندك نقلة جديدة. الفترة دي في واحدة كمان من عيلتك، الست دي دايما بتوشوش عليك، دايما بتحقد عليك، وهي من اهل بيتك، اذا كانت مرات اخ، او اذا كانت سلفة او اخت، واحدة من التلاتة، منافقة وكذابة وبتلعب على الوشوش، بتحب تلعب كتير وبتحب تتكلم كتير جدا. طيب بينك وما بين الشريك مشاكل، بينك وما بين الشريك نفور، انت عايز حاجة والشريك عايز حاجة تاني، كل واحد ماشي بدماغه، انتوا الاتنين ما بتحاولوش تجمعوا افكاركم مع بعض. هو وراه ست، والست دي مش بتحقد عليه، الست دي بتحاول تبين له ان هي بتحبه. يعني الشريك عايش في حيرة، الشريك عايش في تفاصيل كلها هو اللي زعلان فيها وحيران. الست الكبيرة دي بتحاول تنق عليه، عاملة له مشاكل او عاملة له امور خانقاه ومضايقاه، هو عايز يطلع من اللي هو فيه، بس حاسس ان هو متكتف، فالشريك في خنقة وفي ضيقة. في كمان شخص خانك وبعد عنك، او كانت علاقة على السوشيال ميديا وعملتوا لبعض بلوكات، هو بعد عنك من غير اي سبب، الله اعلم. ففي كلام هيبقى هتسمع عنه اخبار الايام اللي جاية، وممكن العلاقة ترجع تاني، او ممكن يكون في رجوع مع حد انت بتفكر فيه حاليا، والشخص اللي انفصلت عنده ممكن يكون في كلام بينكم، الله اعلم. الفترة اللي جاية دي من الفترات اللي هيكون عندك بعض الأمور اللي هتتحقق، أو بعض الأمور اللي أنت بتركض عشان تحققها، بتركض علشان تخلص ورق، تخلص أمور، الله أعلم. بس أنت هتخلص حاجات كتيرة جدا في حياتك. مشكلتكم إن أنتوا بتتعاملوا بنية سليمة، نضاف جدا من قلبكم، بس بيجوا أشخاص
يعني خلوكم او بيقولوا حاجات مش فيكم، ودي طبعا حاجة بتزعلكم جدا على نفسكم، علشان انتوا دايما متألقين وواثقين من كل حاجة تخص حياتكم. واحب اطمنكم ان الوضع عندكم هيتحسن 180 درجة، علشان هيكون في حاجات هتعيد النظرة ليها بشكل مختلف، هتعيد النظرة ليها بشكل جديد في حياتك. بس انت هنا متضايق، متضايق من تصرفات حد في حياتك، لا اما من تصرفات الشريك او ام الشريك، او من حد انت متضايق من تصرفاته ومخنوق منه ومش عاجبك التصرفات دي، بس ساكت. ومعنى ان انت ساكت ان انت ممكن تنفجر في اي وقت، معنى ان انت ساكت ان انت في حاجات كتيرة جدا مش عاجباك بس مستحمل وساكت. انت في وضع بتحاول ترجع حقوقك بنفسك من غير ما اي حد يساعدك، بتحاول ان انت تعمل حاجات كتيرة جدا في حياتك. مشكلتك حاجة واحدة، ان انت كنت مخلص لناس، الناس دي ما كانش ينفع معاها الاخلاص اللي انت كنت مخلص له ليهم، ما كانش ينفع ان انت تكون كويس زيادة عن اللزوم معاهم. اللي بالك ان انت اليومين دول عصبي ومش عارف، او مش حاسس ان انت عصبي، الصوت عالي مثلا، عصبية زيادة عن اللزوم، وانتوا مش حاسين بنفسكم، لحد ممكن حد يقول لكم وطوا صوتكم، صوتكم عالي، العصبية دي ليه؟ اسئلة كتير. طيب عندكم تقلب المزاج، تقلب المزاج ده هو اللي مخليكم دايما ساكت، شوية عايزين تخرجوا، شوية عايزين تعملوا، وفجأة ما بتبقوش عايزين تعملوا اي حاجة. عندكم مشكلة كمان وبتحاولوا تعالجوها، هي المشكلة ايه؟ هي ان انتوا بتطلعوا من البيت بتكونوا مبسوطين وفرحانين ودنيتكم تمام، بترجعوا بتدخلوا من البيت بتحسوا بالخنقة وبالضيقة وبالتوتر وبالكلام الكتير اللي عامل لكم مشاكل في حياتكم. فالفترة اللي جاية هيكون عندكم تغيرات مع نجم ساطع بإذن الله، هيبشركم بالخير وهيطلعكم من أي مشكلة انتوا بتعانوا منها، او من اي حيرة في حياتكم، او من اي كلام مضايقكم، من اي مواضيع انتوا الفترة اللي جاية هتستكشفوها بنفسكم، هتطلعوا من نفسكم اي صدمة او اي حاجة انتوا حيرانين فيها باذن الله. مش كده وبس، كمان ده انت قدامكم كام خطوة معينة، بس انتوا بتعانوا من مشكلة جسدية، بتعانوا من حاجة جسدية في حياتكم، لإما مرض ربنا يشفيكم، او لإما مشكلة جسدية انتوا بتعانوا منها الله اعلم، بس عندكم حاجة انتوا بتعانوا منها. في حد ممكن يكون عندكم في خنقة وفي ضيقة، وانتوا دايما بتحاولوا تطبطبوا عليه، حد يعني تعبان الله اعلم، بس في حد بيعاني عندك. عايزاك تخلي بالك من المواجهة اللي هتحصل عندك دي، ومش عايزاك تكون متسرع، ومش عايزاك تفضل تخاف عليهم مدام هم مش بيخافوا عليك. لا، وازن أمورك، وازن تصرفاتك، وازن أفعالك، وكون حريص على نفسك زيادة عن اللزوم من أي مشكلة أنت ممكن تعاني منها الفترة دي. انت مخلص جدا للاشخاص اللي في حياتك، مخلص جدا ليهم، بتحبهم جدا وبتحب ان انت تتكلم معاهم، بتحب ان انت يكون بينك وما بينهم كلام. عندك حد مريض في العيلة، حد بيعاني من مرض الله اعلم، الحد ده ربنا هيشفيه باذن الله. دايما انتوا بتدوروا على الاحتواء، دايما بتدوروا على الحب، دايما بتدوروا على اي حاجة تخص حياتكم، وده اللي عامل لكم مشكلة كبيرة، او عامل لكم صدمة كبيرة في حياتكم بتعانوا منها، او عامله لكم مشاكل كتير جدا. كونوا حريصين ان انتوا تقعوا في مشكلة ما بين اتنين، يعني انتوا ما بين اتنين كونوا حريصين ان انتوا ممكن تقعوا في مشكلة، او تقعوا في اي حاجة تضايقكم او تخنقكم، او تدخل لكم حتى اي حاجة في حياتكم. انت بس المشكلة اللي تعبان فيها اليومين دول تغيير الاوضاع، انت بتعاني من تغيير الاوضاع ومن كلام واحدة ست بتودي وبتجيب، بتحب الكلام كتير عليكم او على اي حد يخص حياتكم. خلي بقى اعصابك تكون هادية، وخليك مستقل بنفسك، مستقل بذاتك، وابعد عن اي حاجة ممكن تضايقك، ممكن تزعلك، ممكن تعمل لك حتى لو مشكلة مع نفسك. هدي اعصابك خالص، من اجمل الفترات الايام اللي جاية هيكون عندك تغيرات وتبشرات. ولو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا تبيع ولا اي مشكلة عندك بتعاني منها، اول تعليق او في صندوق الوصف هتلاقي لينك قناتنا اللي عليها جميع العلاجات باذن الله. خلي بالك انت عندك دايرة، او عندك طاقة تردد، طاقة خوف، طاقة احباط، طاقة يأس،
عندك طاقة حاجة وبتحاول تجددها مع نفسك. فالأيام اللي جاية هيكون فيه برضو أخبار تخص تجديد طاقتك، وهتبعد عن الطاقة السلبية اللي أنت بتمر بيها حاليا، وهتدخل في طاقة إيجابية بإذن الله، وطاقة كلها فرج لحياتك، علشان هيكون عندك أخبار حلوة وكلام كتير حلو. تحياتي ليك، وأتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل لحياتك اللي جاية.